أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه أن يخرج من بيته ويستقل سيارته ويقف في الضوء الأحمر وينظر إلى الناس دون خجل ولا حياء ويعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير. ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله والوطن والملك ولا يقومون بواجبهم؟ وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين فماذا يبقى للشعب؟ لكل هؤلاء أقول كفى واتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون، فإن العامل والقائد والمدير والموظف والمسؤول الجماعي وغيرهم مطالبون بالعمل كأطول القطاع الخاص أو أكثر وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة وتعطي نتائج ملموسة لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان والأخوات، السادة والسيدات، وأصحاب المعالي والسعادة، الجولة الاستكشافية ديالنا نديرو إطلالة في نصرة الأشغال في شارع علال بن عبد الله. هاد الشارع هذا اللي جا أنفاس مع مدرسة خيالة تمارة، فيه كان دوار العسكر ودوار الجامايكا. كما كتلاحظوا معنا إخوان، هاهما الشركة المباركة راه بدات كتكرط لنا الطريق. إذا مبروك عليكم، راه غادي الطريق إن شاء الله غادي توسع، غادي تعاود الهيكلة ديالها. هاد الطريق هادي اللي كانت مهملة هي ومهمشة بحكم أنها كانت جات في هاد قنية هذا مطرف، كان هنا الدوار ديال العسكر ودوار الجامايكا. انتما يا اخوان صافي، هنا صحاب الماء وصحاب الحلاوات ديال الضوء ومياه الامطار الصرف الصحي راه دوزو، الشغل ديالهم داز هنا. شوفوا من الجهة أخرى، مدرسة الموحدين انتما يا اخوة يا في كان دوار. هنا كان دوار جامايكا ودوار العسكر حتى في هاد البلايصة هادي. أشغال ما شاء الله راه كيدورو بتمارة، كيدورو بيها. كنتمنى كاع الشوارع يتصاوبو، هنا كما قلت لكم الإخوان كانت واحد مهملة. هما هنا الإخوان الشركة خدامة هنا كتكرط باش غادي تصاوب هاديك البلاصة. قدامي الطريقة هادي تسمينا التوسيعة، إعادة تهيئة.
هنا مركز التدريب للمصالح الاجتماعية القوات المسلحة الملكية. هنا كيجيو دوك العنصر النسوي، العنصر النسوي ديال المصالح الاجتماعية كيجيو لهاد البلاصة يتدربوا ويقراو. دوك اللي دايرين تجنيد إجباري راه كيجيبوهم هنا. كما لاحظتم معنا إخوان هاد الشارع هذا، انت هنا راه كيهبط للشيخ الضاوي، وهنا راه كيدي من فوق هاد القنطرة هادي كيدي ديريكت للبحر، كيدوز على محمد بن شريف. هذا شارع الحسن الثاني. هنا السكة الحديدية. وهنا هذا هو اللي كان هنا الجيش الوداية، سكان الجيش الوداية هنا كانوا تم ترحيلهم تماما. الى هنا يا اخوان شفتوا معنا شارع علال بن عبد الله، اشغال ديالو فين وصلات. اترككم في فيديو قادم ان شاء الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.